ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان أستاذ محمد السليم خبير التداول بالأسواق العالمية. سيد محمد بعد التحية، بداية يبدو أن لدينا سلسلة من الصدمات التي شهدناها في الفترات السابقة من تصنيف وكالات الائتمان للاقتصاد الأمريكي، وأيضا تصنيف ائتماني من وكالة موديز لعشرة بنوك أمريكية. هل ترى أن هذه التصنيفات التي بدورها أثرت على الأسواق وصدمت أو أثرت على أسهمها أيضا في القطاع البنكي، هل هذه التصنيفات هو جرس إنذار أن يجب التحوط، لأن هشاشة النظام المصرفي أو المصارف أو البنوك ما زالت قد تتأثر في الفترات القادمة؟ مساء الخير أستاذ أشرف، شكرا لضيافتي، ومساء الخير للمستمعين والمشاهدين. الحقيقة كما تفضلتي هو لم نلبث أن ننتهي من تصنيف فيتش للديون الأمريكية حتى فوجئنا بالأمس بتخفيض موديز لعشرة بنوك إقليمية متوسطة إلى صغيرة، ووضع أربع أو خمس بنوك من الكبار على قائمة المراقبة لتخفيض محتمل في وقت قريب. حتى الآن لا نرى تأثير كبير حصل بالأمس، تأثيرا لا بأس به، تضعضعت الأسواق بشكل مطلق، لكن من المتوقع أن نرى هذه التخفيضات، وكنا قد شهدناها أساسا في تخفيض توقعات المستثمرين لربحية البنوك في الربع الثاني من هذا العام. وكان جليا واضحا ارتفاع التكاليف أستاذ رشا أثر على ارتفاع تكاليف التمويل، الضغوط الربحية ظهرت جليا في أرباح الشركات، أرباح البنوك في هذا الربع. فبالتالي هو صحيح أنه صدم الأسواق بالأمس، لكن إلى حد ما كان متوقعا. وطبعا حضرتك تعرف إحنا عندنا يلد كيرف انفيرتد أو منحنى العائد منعكس من مدة طويلة، صحيح. وهذا بالتأكيد سوف يعود، يعتبر انعكاس منحنى العائد بين العامين والعشر أعوام وانخفاض الفارق بينهما، هذا يعطي دلالة على أن السيولة ضعيفة في الأسواق ويجب التحوط في الفترات القادمة، نظرا لعدم معرفة إذا كان التضخم سيتراجع، وننتظر بيانات التضخم التي ستظهر خلال هذا الأسبوع أو غدا. وأيضا لدينا امتداد هذه الأزمة، هل ستمتد معنا وكيف التحوط منها؟ سؤال جميل. لا نعتقد أن الأزمة سوف تمتد، أو حتى الآن الشواهد لا تؤكد أنه في شيء طويل، لأن المؤسسات الأمريكية قامت بالعديد من المراجعات للبنوك، المراجعات لأثر الفائدة المرتفعة على البنوك، وحتى نظام المخاطر لدى البنوك، وخلصت المؤسسات لأنه النظام المصرفي مستقر. حتى موديز بالأمس وضحت أنه نحن لا نقول أن النظام المصرفي غير مستقر، لكن أكدت أنه في عوامل رياح معاكسة تضعف ربحية هذه البنوك. المشكلة أنه كما تفضلتي أستاذ رشا، الانفيرتد ييلد كيرف أو منحنى العائد المنعكس يعني أن البنوك التي تأخذ الودائع على قصيرة سنة أو سنتين وتدفع لها عائد مثلا 5.5%، بينما هي في العادة البنوك تقرض 10 سنوات، والآن العشر سنوات أقل بحدود 100 إلى 150 نقطة أساس. وبالتالي البنوك تخسر بحدود 100 أو 150 نقطة أساس بسبب العائد المنعكس. لا نعتقد أنه هذا العائد أو منحنى العائد سوف يستمر بعد عام 2024، أو بالأحرى سوف نقول أنه سوف يتقلص هذا الانعكاس ليصبح مثلا 25 إلى 30 نقطة أساس. التبعات، سؤال جميل، لا ندري التبعات بعد الربع الثالث والربع الرابع. نعتقد أن الربع الثاني كان سيئا، الضغوط الربحية كانت سيئة جدا على ربحية البنوك، وما تقوم به الآن البنوك أستاذ رشا أنه هي للحد للحفاظ على رأس المال تقوم بالحد من الإقراض، وهذا يبطئ التحول والذهاب للأصول اللي لها عائد مرتفع ويزيد من التكاليف ويؤثر على الربحية، وهذا لن ينتج عائد مغري للمستثمرين، وبالتالي تنخفض قيمة الأصول بشكل عام. هذا الخطر الحالي. أما الربع الثالث والربع الرابع فهو سؤال الحقيقة صعب جدا البكري الآن.
نعم سيد محمد، يعتبر أصبح منحنى العائد أكثر حدة ولفترة أطول نتيجة الفائدة المرتفعة والتضخم الحادث، ولربما الأسواق اعتادت على الصدمات حتى أن تتراجع هذه الفائدة في الفترات القادمة، ونرى النتائج في على خلال هذا العام. والأسواق البعض منها الفني يحلل ويسعر أن هناك تخفيض على للفائدة على نهاية هذا العام، وبعض التحليلات لا تسعر أن هناك تراجع للفائدة. على كل سنتابع كيف سيكون على مدار هذا العام أو على خلال النصف الأخير من هذا العام، كيف سيتم تراجع الفائدة أو استدامتها، وكيف ستتعامل الأسواق مع هذه المؤشرات. أشكرك، كنت معي من عمان أستاذ محمد السلايمة خبير التداول بالأسواق العالمية، شكرا على هذه المشاركة.